يعني احنا كنا متوقعينها احتفاليه بانطلاقه قويه لمنتخب مصر النهارده اشرف، فسامحنا بقى ما كناش عاملين حساب للمفاجآت. لا عموما انا دايما ببقى سعيد معاك، واحنا الحقيقه دايما بنلتقي في احداث مهمه، ومصر في امم افريقيا الحقيقه تاريخ كبير جدا جدا وانجازات كبيره جدا، لكن التاريخ والانجازات او التاريخ فقط لا يشفع لاي منتخب النهارده في افريقيا انك تقول انه يقدر انه يحصد البطوله او يكون على منصات التتويج. النهارده في فرق فاجاتنا كتير جدا، طبعا هارد لك لمنتخب مصر، لكن ده نتيجة عوامل. يعني اتكلمنا انه التركيز مهم جدا، عدم الاستهتار بالفرق، وده كان عامل مهم جدا وعامل رئيسي جدا امبارح. الثقة الزائدة دايما بتتقلب للضد. انا مفيش حاجة انت شايف ان الثقة الزائدة هي السبب في التعادل امبارح؟ ادت الى استهتار شديد جدا جدا في المباراة، وعدم القدرة على العودة للتركيز مرة تانية من اللاعبين ومن المدير الفني، ودي حاجة كانت جديدة عليا لمنتخب مصر، خاصة إن شفنا منتخب مصر قبل كده في أمم أفريقيا 21 و19 قدر إنه يرجع في مباريات كتيرة جدا أثناء المباراة، مش بعد كل مباراة، لا أثناء المباراة بيقدر يرجع بحماس وروح قتالية عالية جدا، قدر إنه يرجع مرة تانية في مباريات كتيرة، وقدر يقلب الطاولة على كل الفرق اللي كانت متفوقة علينا فنيا وبدنيا وحتى أثناء اللقاء على مستوى النتيجة. لكن امبارح الحقيقة ودي يعني دي اللي مخوفاني وقلقاني، انك النهارده منتخب مصر ما قدرش يرجع بقوه لتركيزه ولادائه. احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين يا احمد قويه، وما حدش ينكر ان منتخب مصر النهارده فيه مجموعه كبيره من اللاعبين لا يستهان بيها على مستوى افريقيا بشكل عام، خاصة في الخط الهجومي وخط الوسط، حتى على مستوى خط الدفاع، لكن طبعا الشناوي وحراس المرمى الموجودين، لكن عدم القدرة على العودة مرة تانية أثناء المباراة هو ده اللي يقلقك. طبعا في عوامل تانية، احنا مش بنتكلم على تعادل مخطوف، صحيح ده احنا بنتكلم على تعادل مستحق، صحيح. واذا كنت بتتكلم على ورقة وقلم، موزمبيق كان الطرف الافضل، على مستوى الاداء وعلى مستوى التحضير وعلى مستوى قراية مدربه لمنتخب مصر ادارة المباراة والتعامل مع، خد بالك انه يعني دايما لما يبقى منتخب اسمه صغير شويه او مش من المنتخبات المرشحه، صحيح، او المنتخب اللي ما عندوش لعيبه كتير على مستوى او فورمه عاليه بيلعب مع منتخب كبير، فكونه يستقبل هدف في اول دقيقتين من عمر المباراه ده ضغط نفسي واحباط صحيح شديد جدا، صحيح، عليه، والسيناريو بالنسبه له بقى في منتهى الصعوبه، صحيح. فكونه يقدر يرجع ويبقى اكتر من ند ويسجل هدف تعادل وهدف تقدم، بل انه ما يتراجعش كمان ويبقى في اكتر من كوره ليه فرص خطيره على مرمى الشناوي، لا انت بتتكلم على مدير فني الحقيقه ليه كل الاحترام، محترم لانه جداً. قدر انه يدير المباراه بشكل رائع جدا امام منتخب مصر، واحترم منتخب مصر بشكل كبير جدا، واضح انه درس منتخب مصر بـ 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 بثقه كبيره جدا جدا في لعيبته، لان عوده، خلي بالك اداره المباراه دايما في سيناريوهات، يعني بتقسم المباراه لاكثر من سيناريو، وبيتكلم فيها الهيد كوتش مع لعيبته قبل طبعاً الماتش طبعا. بداياتنا بقى، يعني خليني قبل ما اروح للامور الفنيه اكلمك بس عن العوامل. يعني لو اتكلمنا عن بعض العوامل، انك مثلا كاتحاد كوره او كمشرف عام على منتخب مصر كان مفترض انك تروح بدري شويه علشان تدرس الاجواء هناك، واضح جدا ان درجه الحراره عاليه جدا يا احمد، واضح جدا ان درجه الرطوبه عاليه جدا جدا حتى على الجليسين على دكه البدلاء. شفنا اكتر من فريق، اربع خمس فرق لعبوا لغايه النهارده، بيعانوا بشكل كبير جدا من درجه الحراره ومن الرطوبه. أيوه. وده كان واضح حتى فيتوريا لما كان ماسك الفوطه كان من الحر ولا من احداث المباراه؟ يعني طبعا سخونه الاجواء، لكن الحر طبعا. يعني بيتهيألي انه احداث سيناريو المباراه كان صعب جدا، لا يعني قاسي على فيتوريا. بتوصل 32 و33 وكمان درجه الرطوبه عاليه جدا. أيوه. وبالتالي واليو سيسي مدير فني منتخب السنغال كان بيطالب في واحد من تصريحاته، يعني الاتحاد الافريقي او المسؤولين على البطوله، انه راجعوا نفسكم وحساباتكم في مواعيد الماتشات، لانه الدنيا صعب جدا، صحيح. ودول السنغال يعني عايشين في الاجواء دي، الاجواء دي بالنسبه لهم عاديه طبعاً. يعني وده يرجعنا انه كان لازم منتخبنا يروح بدري شويه، يعني صحيح هو راح اربع او خمس ايام بدري، لكن ايه المانع انك تروح اسبوع و10 ايام عشان تقدر لعيبتنا تتعود على الاجواء، وخصوصا انه المعسكر بدا بتاعك بدا من يوم 3. يعني كان عندك فرصه كبيره جدا جدا،
ومش قادر اقول انه يعني في يعني اتحاد الكوره والمشرف العام على منتخب مصر حازم امام واحد من نجوم واساطير كره قدم في مصر ولعب كتير جدا في افريقيا، وبالتالي يعني المعلومات دي اعتقد انها حاضره عنده. المفروض المفترض هي يعني ممكن برضه في الحسابات قال لك اصل احنا اول المشوار موزمبيق والبدايه الفعليه للمنتخب هتبقى قدام غانا، يرجعنا ان انت ما بتستعدش بشكل جيد. منتخب المغرب راح قبل البطوله بثمان او تسع ايام، وبالتالي يعني الناس بتفكر بشكل جيد انه ازاي يجهز لعيبته لبدايه البطوله. منتخب موزمبيق على مستوى التاريخ زي ما قلت يا احمد او تاريخ بعيد جدا جدا، حتى الخمس مواجهات اللي واجهناهم الفوز في كل المباريات ما حرزوش فينا هدف على مستوى افريقيا وتصفيات كاس عالم. فبالتالي يعني الصدمه كانت كبيره جدا، لكن انا اعتقد ان البدايه كانك تاخد العلقه بدري شويه او تاخد الشوك ده بدري شويه يعني مهم جدا جدا عشان تقدر تفوق. عندنا مجموعه كبيره جدا من لعبتنا مميزه جدا، عندنا منتخب قوي وده ما فيش حد يقدر ينكر ده.